رسالة موجهة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، أطالب فيها من فخامته أن يرفع عني هذا الظلم ويحق الحق، وأطالب بتحقيق عادل تحت طائلة هذا الجرم الذي وقع علي، والذي سببه المدير الجهوي للتهذيب في ولاية التلارزة وحاكم المذرذرة ورئيس مركز تيقند الإداري، بعدما بذلت من جهد مضن لإصلاح الإعدادية بحيث أنها اليوم في أحسن حال بشهادة المفتشية العامة للتهذيب الوطني والمنسق الجهوي للقطب الجنوبي كما نشر، وبعدما استوت على ساقيها وفاجأوا بتحويلي غير المبرمج بعد أن شهد لي وزير التهذيب السابق محمد مال عيني الموليه بحسن الأداء، وبعدما ترك المدير الجهوي للتهذيب السابق محمد الطفيل من تكريم على مكتب المدير الجهوي، جاء المدير الجهوي لينضم إلى جوقة كانت قبله ويتصرف بهذا التصرف طبقا لهواه وبناء على سلسلة القرابات التي تربطه بالأمين العام ورئيس المركز. لذلك أطالب من سيادة الرئيس أن يتدخل لإحقاق الحق وعودته الحق إلى صاحبه، مع ملاحظة أنني على استعداد لخدمة وطني في أي نقطة من هذه البلاد وهي موريتانيا وهم أبناؤها، وسأقوم بنفس الجهد ونفس التضحية من أجل أبناء هذا الوطن وتعليمهم تعليما صحيحا وفقا للأهداف النبيلة لفخامة رئيس الجمهورية من إصلاح التعليم والمدرسة الجمهورية. وسبب هذا أنني نبهت على اختلال كبير مشين، وهو التستر على غائبين وتعليق أبرياء، وكان الجزاء بدلا من تصحيح الوضع إزالتي من مكاني ليتم التستر على هذه الفضائح.